تحياتي. العنوان يبدو مستفز لجمهور برشلونة على الأغلب لما أقول هل خانت إدارة برشلونة كومان؟ لكن صراحة أنا من الناس اللي بلشت أتعاطف مع المدرب الهولندي، لأنه المدرب اللي جاء أول يوم وتلقى صدمة فاكس ليونيل ميسي، وعاش بعدها فترة من الغموض دون سيطرة أو أفكار على غرفة تغيير الملابس لأنه كل الاهتمام كان بمستقبل ميسي. ثم جاءت سوق الانتقالات، فشو أعطت إدارة برشلونة مدربها الجديد؟ أولاً باعوا لويس سواريز رأس الحرب الوحيد التقليدي في الفريق اللي بيقدر يلعب أساسي وما عوضوه بأي لاعب. سمحوا برحيل توديبو دون شراء قلب دفاع، يعني فعلياً صار عنده 3 قلوب دفاع فقط، بيكي، لينجلي وأراوكو، لأنه أمتيتي دايماً مصاب أو سيء للغاية. رحل لاعبي وسط خبراء وجلبوا له ناشئين، ترينكاو، بدري، شباب صغار ممكن واعدين بس من الصعب تتوقع يعطوك 100% طوال الموسم. والأهم من ذلك أنهم أبقوله أيضاً أكثر من لاعب مكلف بسعر غالي يبحث عن نفسه، وهذا يشكل ضغط على المدرب وبوتر غرفة تغيير الملابس وبرفع السلبية في الإعلام. أنا بتكلم عن ديمبلي، عن غريزمان وعن كوتينيو اللي ربما هو حتى الآن الواعد الأكثر أنه يستعيد مستواه مع كومان. بس وجود 2 مثل ديمبلي وغريزمان كلفوا الفريق ربع مليار يورو، والاثنين بتشعر أنه لا مكان لهم في الملعب، بيخلوا هذا كله ضغط على زملائهم، ضغط على مدربهم، ضغط على إدارتهم. والفشل في بيع أمتيتي أيضا لازم ما ننساه، وإبقاؤه أقرب للعالي على الفريق، لاعب رافض يتعالج ولاعب فقد مستوى تماما. بالنهاية أعطوه فقط ظهير أيمن هو دست، يعني من كل طلباته جابوا له طلب واحد. وللعلم دست شاب واعد جيد، لكن حتى هو غير مضمون النجاح. يعني كومان بيخوض الموسم بنفس تشكيلة الموسم الماضي تقريبا، بنفس الخيارات والأفكار، على أمل إنه كوتينيو يتحسن. وبالعكس خسر لاعب سجل أكثر من 16 هدف الموسم الماضي اللي هو لويس سواريز. يعني كل شيء قائم على كومان، قائم على أفكاره، على شغله، وبصراحة وضعه كثير صعب للغاية. يعني هون بتحس إدارة برشلونة جابت مدرب في الموسم الأخير وقررت ألا تعمل، لأنها أنا موسم الأخير ما في حدا بيحاسبني، كل همي لما أطلع تكون أوراقي المالية مقبولة، ما حدا يقول لي لحقني يقول لي خسران وفلوس والكلام هذا، أنا طالع بأمان والسلام عليكم، أنا عملت اللي علي. يعني يبدو الإدارة كأنها سلمت كومان للحظ، ولا تراهن على حظك، ربما ترينكاو بدري يصيروا كويسين، ربما غريزمان يتألق، أنت وحظك. فعليا أنا أشعر أنه كومان تحرك في الوقت الخاطئ نحو برشلونة، أشعر أن تشافي ربما كان أذكى، لكن ربما كومان يشاد به بالنهاية أنه الرجل اللي ما أعطوه شيء وأعطاهم شيء وقدر ينجح. مدرب شخصيته قوية، محتاج يشتغل أكثر عن الناحية البدنية للفريق، محتاج يشتغل أكثر عن الناحية الجماعية في الثلث الهجومي، لكن أول 3 مباريات كانت جيدة. بس لما تطلع على الدكة، تطلع على القائمة اللي أعطوه إياها، تشعر أنه إدارة برشلونة ما دعمته، على العكس من كل المدربين السابقين اللي جاءوا ومع قدومهم اتلقوا صفقات ولاعبين، صحهم ما نجحوا معظمهم لأنه لاعب مدربين ما استفادوا منهم، لكن كان في نوع من الدعم. برأيكم هل كومان تمت خيانته من إدارة برشلونة ولا لا؟